بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بفعل الخيرات وترك المنكرات والمسارعة إلى مغفرة منه وجنة عرضها الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. هو الحي القوي المتين، نشهد أن لا إله إلا الله، رب السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ورب العرش العظيم سبحانه. جمع القلوب على الحق بحكمته، وطوى الوجود على يديه بقدرته، ووسع كل شيء بعلمه ورحمته سبحانه وتعالى. يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويصل ويقطع، ولا يسأل عما يقضي ويصنع. ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. تتجدد اللقاءات الكريمة الطيبة، وتمر الأيام والليالي، كل ليلة فيها ما فيها من الخير والبركة والفضل من الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم. لقاؤنا بكم الليلة في هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وتنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة مشكورة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، هنا في مسجد المراغي بحلوان بمحافظة القاهرة، خدمة لرواد مسجد المراغي أولا، وخدمة لرواد بيوت الله سبحانه وتعالى على العموم، وكذلك خدمة لمتابعي الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على الإنترنت. أيها الأحباب، حوارنا اليوم بإذن الله وندوتنا ستكون حول الأمانة، هذه الصفة وهذا الخلق الذي علمنا إياه صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، من عرف في وسط قومه منذ صغره بالصادق الأمين، فصلوات ربي وسلامه على من أدبه ربه فأحسن تأديبه وقال له في محكم آياته: وإنك لعلى خلق عظيم. يسعدنا أيها الأحباب أن يكون معنا في هذه الليلة متحدثا ومعلما ومربيا الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية سابقا، وكذلك فضيلة الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شؤون القرآن بوزارة الأوقاف. أيها الأحباب، على بركة الله تعالى نستهل هذا اللقاء الطيب المبارك بخير الكلام وأطيبه، بعد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص النية الصافية والحسنة، أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يتقبله ممن قام به ودعا إليه وأشرف عليه ونفذه، وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع. والذي سبحانه وتعالى جمع بيننا في هذا اللقاء بغير حول منا ولا قوة، قادر على أن يتقبله منا
وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. معنا من رجال الأوقاف فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الشيخ كامل محمد أحمد مدير إدارة أوقاف حلوان، الشيخ شعبان عبد الحليم توفيق مفتش المساجد بحلوان، والشيخ حسام عبد السميع محمد هاشم مفتش المساجد بأوقاف حلوان، وإمام المسجد فضيلة الشيخ إبراهيم محمود عبد الجليل. أيها الأحباب، على بركة الله نستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الشيخ محمد سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.
ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت في محكم التنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. استمعنا إلى آيات بينات
من الشيخ محمد سلامة استهللنا بها هذا اللقاء الطيب في ليلتنا هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية طيبة مشكورة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هنا في مسجد المراغي بحلوان بمحافظة القاهرة. وحوارنا في هذه الليلة حول مبدأ أخلاقي وصفة من الصفات التي دعا إليها الإسلام وأمرنا بها وحثنا عليها، وهي صفة الأمانة. الأمانة التي لا بد أن توجد في كل مجتمع حتى يكون مجتمعا راقيا متحضرا متخلقا بكل الأخلاق التي تأخذ بيده إلى النمو والتقدم والازدهار. أيها الأحباب، وخدمة لكل متابعي هذه اللقاءات والندوات، رواد مسجد المراغي وغيره من المساجد التي تقام فيها هذه الأسابيع وهذه الندوات واللقاءات، وكذلك متابعي الصفحة الرسمية لإذاعة الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية على الفيسبوك. أيها الأحباب، حول درس من الدروس المفيدة والراقية والنافعة حول الأبعاد الدلالية والشرعية للأمانة، نستمع إلى أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم، والذي أثنى عليه ربه ورحم البشرية كلها حين قال له: يا محمد، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون في هذا الجمع الكريم وفي بيت من بيوت الله، توجه بالشكر والتقدير إلى وزارة الأوقاف وإلى معالي الوزير الداعية المفكر أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الأسابيع الثقافية، إلى جوار دروس المسجد وإلى جوار خطبة الجمعة وإلى جوار دعاء المصلين يتفيدهم في دنياهم وفي آخرتهم. وشكري وتقديري إلى أخي الإعلامي القدير دكتور فوز عبد المقصود، وإلى فضيلة العالم الجليل الدكتور أسامة فخري، وإلى الشيخ إبراهيم عبد الجليل إمام المسجد، والدكتور سعيد حامد، وكل من حضر من الأوقاف ومن أهل حلوان وأهل ورواد هذا المسجد الكريم، فهم في عبادة إن شاء الله، يعني في طالما هم قلبهم ينبض بذكر الله عز وجل. وحقيقة موضوع الأمانة موضوع واسع ومتشعب، وهي كلمة مختصرة، ونلاحظ أن الرحمة، الأمانة، الإخاء، الصفح، العفو، كلمة واحدة، ولكن هي كالمصباح المضيء أو الثريا المشعة بكل شيء. يعني هنا عدة نقاط، وإن كان الوقت قصيرا، ولكن يعني أنا سعيد بهذا اللقاء. كنا في مصطفى محمود سابقا قبل ذلك، وفي الزقازيق، مساجد الجمهورية كلها هي بدعوات المصلين عامرة وبصلاتهم إن شاء الله. الأمانة لها معنى، الأمانة في أبعاد دلالية كما نقول في لغتنا العربية، وهناك أيضا أبعاد شرعية، هناك أمانة التكليف، هناك الأمانة صفة من صفات الأنبياء، وأيضا الأمانة عكسها نعوذ بالله الخيانة. من الذي لا يحمل الأمانة ومن يخون الأمانة، ما جزاؤه وما عقابه، وما هي أخطار
وأضرار عدم إنفاذنا الأمانة أو أداء الأمانة، الأضرار الاجتماعية والسلوكية على الناس. دي أمور كثيرة. نلاحظ اللغة العربية لغة القرآن الكريم، قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نجد أن تعليم القرآن جاء قبل خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، ثم بعد علم القرآن خلق الإنسان، ثم علمه البيان لكي يتعلم القرآن. والقرآن أنزل بلسان عربي مبين. كلمة أمانة لها دلالات كثيرة. مثلا نحن في أمانة مأخوذة من أمنة، أمنة مأخوذة من الأمن، ثم من آمنة، آمنة عكس كفرة، ثم أيضا مأخوذة يؤمن، فعل يؤمن، ثم الفعل مثلا آمن، آمن على نفسه. يعني أبعاد كثيرة للأمانة. المؤتمن مثلا، الآمن، ثم الإيمان، الأمانة من الإيمان. كأن مادة أمنة تدخل في الدلالة الشرعية، دلالة اللغوية، دلالة الأمنية، دلالة الإنسان بصفة عامة. ولذلك هذه المعاني كلها نجدها في أواخر سورة الأحزاب، الآية التي نحن نقرأها كثيرا. قال سبحانه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة اللي احنا كده بنستهين بيها، عرضناها على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وأشفقن منها. ليس اعتراضا وليس لا، هو إشفاق وخوف. وحملها الإنسان، هذا الإنسان الضعيف الذي لا يأتي أقل صخرة في الجبل توزنه مئات المرات. وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا. الإنسان حمل الأمانة ويؤديها، يبقى ظلوم جهول. يعني قرأنا هذه الآية آلاف المرات، ولكن القرآن كما قال تعالى: أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآيات لها سياق، سياقها جاء في سورة الأحزاب، وبعدين قبلها بآيتين أو ثلاثة: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ثم يقول بعد ذلك في خطاب لنا جميعا أن نحافظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر الآية. ثم تأتي الآية الشاهد معنا، قال سبحانه بعد ذلك: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هنا، عرضنا الأمانة، ليست فقط أعطيك مبلغ من المال أو أعطيك مبلغ من الذهب أو لا، الأمانة هي أمانة التكليف وأمانة الطاعة. التكليف ونعمة العقل ونعمة الاختيار. هذه الأمانة عرضها على السماوات بما في السبع سماوات وغيرها، والأرض بما كلها، والجبال. كيف تخاف هذه السماوات والأرض والجبال من حمل الأمانة؟ وأشفقنا منها، خفنا منها. هذه الآية، يعني الإمام الزمخشري في تفسير الكشاف، والزمخشري هو تفسيره وأصل التفاسير كلها، أغلب المفسرين بل أجمعهم بيأخذ من الكشاف لأنه مختصر. فيقول في تفسير هذه الآية، حتى يعني نقف على إعجاز القرآن الكريم، يقول لما قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله، وعلق بالطاعة الفوز العظيم، أتبعه بقوله: إنا عرضنا الأمانة، ويريد بالأمانة الطاعة، فعظم أمرها وفخم شأنها. وفيه وجهان، ونحن في هذا السياق أتذكر حتى في الفقه عندنا، ما واحد بيسرق ربع حاجة بربع دينار تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا يديهما. في الفدية 500 دينار كما قال الفقهاء قديما. فاعترض أحد الناس أو أراد أن يبين لماذا الأمانة فيها عزة
والخيانة فيها زلة. فقال: يد بخمس مئين عسجن فديت، عسجن فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. بنى أفديها بخمسمائة دينار، ولما أسرق ربع دينار إيدي تقطع. ما السرق برضه خيانة، سرقة خيانة. فقال له إيه؟ عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يد بخمس مئين عسجن فديت، ما بالها قطع في ربع دينار. قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. إذن الأمانة هنا هذه الأمانة كونية، أمانة التكليف، أمانة الطاعة، لأن السماوات والأرض والجبال جبلت على الطاعة. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الجبال يا جبال أوبي معه، والطير، السماوات تسبح، والكواكب تسبح، بل حتى هذا الجماد يسبح، في خلايا وصور كثيرة تبدأ سبح لله ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات والأرض. كل هذا كأن كل المخلوقات غير الإنسان جبلت على الطاعة، لا تملك إلا أن تكون طائعة. حمل الأمانة العقل والتكليف، فإما أن تكون هديناه نجدين، هذا خير وهذا شر، إما بعقلك وبكلام رسول الله والقرآن الكريم تتبع ما جاء في هذه التعاليم، أو يضحك عليك الشيطان. والشيطان قصته بالإنسان قصة التحدي والصراع إلى يوم الدين. يقول: وفيه وجهان، يعني إيه معنى حمل، حتى قال الزمخشري: معنى حملها الإنسان الأمانة تحكمت منه وركبت فوقه وأصبحت فوق رأسه وظهره ومتمكنة منه، وإنه كان ظلوما جهولا. ظلوما، قال ظلوما لأنه ترك أداء الأمانة، وصفه بالجهل لإخطائه ما يسعده، يعني هو أخطأ كيف يصل في الطريق الذي يسعده، فقصر في أداء الأمانات. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حتى يقول أن هذه الأجرام العظام من السماوات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله عز وجل انقياد مثلها من الجمادات والنباتات وإرادته سبحانه في إيجادا وتكوينا وتسوية على هيئات مختلفة. الله أوجد الكون بنظام دقيق وانضباط لا يتخلف شيء. الصباح له موعد والمغرب له موعد، الجبال فيها نظام معين، الماء له نسبة معينة، الكواكب في نسبة معينة، كل شيء موزون عند الحق سبحانه وتعالى. فهي خلقت كما خلقها الله وانقادت له كما أمرها، فلا تملك الإنسان وحده. الصغير هذا هو الذي ولقد كرمنا بني آدم، كرمه بالعقل، فمعنى كرمه أن يحفظ هذه الأمانة. أيها الإخوة، هذه الأمانة التي هي من صفات الأنبياء، من صفات الأنبياء، لأن هناك شروط أربعة للأنبياء. النبي يوصف بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ما يجب على الرسول الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الصدق، ليس هناك نبي كاذب، حاشا لله، لأنه يتلقى عن الوحي. ولذلك دائما الأنبياء جميعا يعني يخبرون أتباعهم أن الذي جاء له هذا وحي من عند ربه. ولذلك كما قدم الدكتور فوزي، المصطفى صلى الله عليه وسلم سماه المشركون عباد الأصنام، اختاروا صفتين من أرقى الصفات الإنسانية: الصدق والأمانة. ما كانش الإسلام، ولكن في الجاهلية قبل الإسلام كانت هناك أخلاق، وهناك كرم، وهناك مروءة، وهناك يعني إكرام للضيف وإغاثة للملهوف، هناك قيم كثيرة. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأمانة هي، ليس لم ينكر المصطفى
عليه السلام شيئا، واقرأوا آيات العتاب في القرآن الكريم. يا أيها النبي اتق الله، في سورة في غزوة بدر وموضوع الأسرى، سورة التحريم، آيات العتاب، عبس وتولى، آيات كثيرة فيها يعاتب الله نبيه محمدا. ولو كان القرآن من عند محمد، أو يعني كان ينكر محمد شيئا، يعني كان أنكر بعض الآيات كما يدعي بعض المرجفين الآن ويهاجمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيئون إليه كثيرا. هم هؤلاء قلوبهم مظلمة ونفوسهم مظلمة وأرواحهم مطفأة، فلا يعرفون قدر رسول الله ولا يعرفون قيمة القرآن الكريم. أيضا التبليغ يبلغ عن ربه، الفطانة، المؤمن كيس فطن، والفراسة المؤمن ينظر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لقب بالصادق الأمين. أيضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه أمانة المعاملات اللي احنا ذكرناها، أمانة التكليف، هذه أمانة المعاملات. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذن وكلمة أداء معناها واجب التنفيذ. لو قال وصل الأمانة، بلغ الأمانة، أعطي الأمانة، أدي كأنها أمر شرعي واجب التنفيذ، ليس هناك مجال فيه. ثم إذا قوبلت بالعكس لا تكن ذليلا وتكون خائنا، ولكن التزم بالعزة، عزة الأمانة وعزة المؤمن، وتمسك بمبادئك. ثم من مظاهر الأمانة في الحياة هي تربية النشأ تربية سليمة أيضا. يعني الأمانات العادية اللي هي الودائع دي مفروض منها، يعني أصبح وديع عندك، أي شيء عندك شيء لابد أن تؤتمن عليه، بل يعني توصله بأزود أيضا. ولكن أولادك في يدك أمانة، كل نعمة في يدك أمانة، ما أعطيته من حواس أمانات عندك. فمن أداء الأمانة أن تحسن تربية النشء أيضا. في حديث روية عن العباس، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. ودي أعطينا درس لكلنا الكبار والصغار. كان النبي بركب الدبة، يعني سبحان الله، دي وسيلة المواصلات عنده. الآن أنا بركب السيارة، أركب العربية، أركب الميكروباص، ومعايا ابني الصغير ومعايا أولادي. في أي فرصة أنتهزها أعظهم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام بركب الدابة وخلفه عبد الله بن عباس حبر الأمة وفقهها، فيقول: يا غلام، كان لسه طفل، إني أعلمك كلمات. والمعلم من؟ هو رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم واعلم، يدير ثقة في النفس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها لو حبت تعمل لك شيء لن يستطيع أن يقدموا لك شيئا لم يكتبه الله لك. ولو أيضا لا تخف إلا من الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هنا احفظ الله يحفظك. طيب كيف أنا، يعني كيف ربنا قال في الآية السابقة إنه كان ظلوما جهولا؟ هذا ليس غضا من شأن الإنسان، لا، من شأن الإنسان المخالف الجاهل الذي لم يؤدي الأمانة، ظلم نفسه وجهل قدره. هنا أيضا عندما يقول احفظ الله، طب هل أنا كإنسان ضعيف ومخلوق وليس لي قدرات أن أحفظ ربنا إزاي؟ يعني أسلوب القرآن في بلاغة، والحديث في مجاز، وفي جوامع الكلم. احفظ الله معناه يعني احفظ أوامر الله، احفظ تعاليم الله، التزم بحدود الله. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى
ما يعني وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دي معنى احفظ الله يعني يحفظك. فحفظ الله هو رعاية وستر وحماية ويعني فرج وشرح للصدر، انما انت حفظك لله هذا من باب المجاز، يعني احفظ تعاليم الله، سميها بلاغة بن حزم، احفظ الله يحفظك. طيب احفظ الله تجد تجاهك، يعني كن مع ربك الله يكون معك، وانت مع الله في كل يوم، نص اليوم انت مع ربنا، صلاة الصبح والعصر والظهر والمغرب والعشاء وصلاة الليل، انت لو تعبدت العبادة الصحيحة سيكون نصف يومك مع ربك، وربك لن يتخلى عنك. اذا كان ربنا بيتوب عن المسيء وعن المذنب، ولما يتوب توبة نصوحة يجعل له الحسنات السيئات حسنات. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم، طبعا ما عدا الشرك بالله اذا مات على الشرك. اما اذا كان مشرك بالله في حياته وكافر في حياته بيعبد حتى هندوسي او اي صنم اي حاجة في الحياة ثم هداه الله وقال لا اله الا الله محمد رسول الله تاب الله عليه توبة نصوحا. يعني بعض الاخوة كان يظن ان المشرك ده خلاص ربنا مش يغفر، لا، ويغفر ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذكر ابن شاء، لا يغفر ان يشرك به اذا مات على الشرك ومات على الالحاد ومات على عباده الاصنام، عباده بوذا، عباده الهندوس، كل هذه العبادات اذا مات عليها. اما اذا هداه الله سمع من علمائنا ومشايخنا الله يتوب عليه واولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم اذا سالت فاسال الله توكل على الله، واذا كل هذه واذا استعنت فاستعن بالله، كل هذه تعليمات للطفل لابن عباس وهو طفل صغير. اذا ادخل ابني وابنك وكل اللي حوالينا، واهم شيء ايها الاباء رساله من هذا المسجد، مسجد المراغي ومن خلال وزاره الاوقاف، رساله نحملها الى الاباء الكبار والامهات، اتقوا الله في ابنائنا وبناتنا الصغار، يحتاجون الى الرعايه، يحتاجون الى المراقبه، يحتاجون الى ان تخص وقتا من وقتك لهم كل يوم، يعني تحل مشاكلهم. الاولاد ايها الاخوه تائهون وضائعون في هذه الاجهزه البسيطه الصغيره، اخذت منا اولادنا. انت تجلس في بيتك كل انسان يضع عينيه في هذا الجهاز ثم ينام تحت الغطاء ويبص في هذا الجهاز، يقوم وجهه مصفر وهو قلق وهو تعبان وهو حيران. من حقك كأب هذه امانه، عليك أن ترعى الحق سبحانه وتعالى في هذه النعمة التي أعطاها لك، نعمة الابن، البنت، الأسرة. يعني الآباء هم يتعبون ويكلون ويعني يسيرون في الأرض ويكسبون رزقهم من الحلال إن شاء الله، ولكن عليهم أيضا واجب رعاية الأسرة ورعاية هذه أمانة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا سأختم يعني بحديث الذي يخون الأمانة. في حديث روي كده، حديث ما شاء الله فيه ترهيب، في أحاديث فيها ترغيب وأحاديث فيها ترهيب. ترهيب يعني يدينا ناخد حذرنا، يعني لأن سبحان الله يعني لو الإنسان لو تتبعنا صفات النار في القرآن الكريم وإحنا بنقرأ كده في القرآن عقب الصلاة أو بنسمع المشايخ، علينا ان ترتعد قلوبنا، لان يعني صفات الجنه مبشره، صفات النار مخوفه ومنذره، وليس مثل كذا. ربنا يقول لك مثل الجنه مثل كذا مثل كذا، اما الحقيقه الله يعلمها. دي كلها اوصاف تقريبيه. في حديث ابن مسعود عن قوله وروي مرفوعا: القتل في سبيل الله او الجهاد في سبيل الله يكفر كل ذنب الا الامانه. لو واحد مات في سبيل الله او فدائي او شيء او يعني يطرد العدو ومات، يعني تكفر كل ذنوبه الا الامانه، يعني الا خيانه الامانه. يؤتى بصاحب الامانه فيقال له يوم القيامه: طبعا ادي امانتك، ادي الامانه اللي انت خدتها عندك، قل من اين يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى: اذهبوا به إلى الهاوية. الهاوية النار، واسمها الحطمة، واسمها الصخة، واسمها الحاقة، ولها أسماء كثيرة جدا في القرآن الكريم
زوبيع الهوية، فيذهبون به حتى ينتهي إلى قعرها، يلقونه في قعر النار. كلام دي يعني بيحكى كأنه حدث، يعني مصير الذي يخون الأمانة. فيجدها هناك، يجد إيه؟ الأمانة كهيئتها، وخباها عن الناس وأخفاها، أخفى الفلوس، أخفى الدينار، أخفى البضاعة، أخفى السيارة، أخفى كذا، أخفى كذا، وكثير يعني خيانة الأمانة ملايين النماذج. فيجدها كهيئتها فيحملها فيضعها على عنقه فيصعد بها من قعر جهنم في نار جهنم، حتى إذا رأى أنه قد خرج أو طلع خلاص يروح نازل تاني إلى قعر جهنم، زلت زلت فهوى فيهوي هو في أثرها أبد الآبدين. هذا حديث أو هذا أثر من آثار الترغيب. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الطريق المستقيم، فإن الأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث، وأشد من ذلك الودائع أيها الإخوة المؤمنون. يعني هذا يعني غيظ من فيض كما نقول. والمصطفى صلى الله عليه وسلم سمي أسماء كثيرة، وقد ذكر العلامة أبو الحسن بن فارس صاحب مقاييس اللغة له 23 اسما، ولكن هو يعني في حديث عن الرسول رواه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم أن النبي قال لي 5 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، ولكن سمي أيضا البشير والمتوكل والأمين والصادق، ثم الصادق الأمين. نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. استمعنا إلى هذه المحاضرة القيمة من الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية سابقا، طاف بنا في هذه المحاضرة حول الأبعاد الدلالية والشرعية للأمانة التي هي موضوع ندوتنا اليوم في هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد المراغي بحلوان بمحافظة القاهرة، بحضور السادة رجال وزارة الأوقاف: الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الشيخ كامل محمد أحمد مدير إدارة أوقاف حلوان، الشيخ شعبان عبد الحليم توفيق والشيخ حسام عبد السميع محمد هاشم، وإمام المسجد الشيخ إبراهيم محمود عبد الجليل. أيها الأحباب، ميراث الأنبياء معين لا ينضب، نستزيد من هذا المعين وننتقل من الأبعاد الدلالية والشرعية للأمانة إلى فقه الأمانة وأنواعها، حيث يحدثنا ضيفنا هذه الليلة أيضا فضيلة الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شؤون القرآن بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهو النور الذي نزل على النور من النور بواسطة النور إلى النور. القرآن الكريم نور، قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نزل من النور وهو الله، الله نور السماوات والأرض. على النور أي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال المفسرون: إن المقصود بالنور هنا هو سيدنا رسول الله.
بواسطة النور، أي بواسطة سيدنا جبريل، وجبريل من الملائكة، والملائكة قال في حقها سيدنا رسول الله أنها خلقت من النور. إلى النور، أي إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالله عز وجل نور، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، والقرآن الكريم نور، والمؤمن نور. فاللهم أتمم لنا نورنا يا رب العالمين. هذا النور، جاءت الآيات القرآنية تترى تحثنا على هذه القيمة الإيمانية الأخلاقية الحضارية الرصينة، قيمة الأمانة. والذي يتأمل الآيات القرآنية يستطيع أن يستخرج الكثير مما يدل على هذا الخلق العظيم. في مطلع سورة المؤمنون، حين يقول ربنا عز وجل قد أفلح المؤمنون، نص ربنا سبحانه وتعالى على بعض صفات المؤمنين. من بين هذه الصفات قال عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يبقى كل منا ينظر في نفسه، هل اتصف بهذه الصفة التي نص عليها ربنا عز وجل؟ ليه؟ عشان أول الآيات قد أفلح، قد أفلح الإيه؟ المؤمنون. من الذي تكلم هنا؟ كلام من هذا؟ خلي بال حضرتك، أفلح يعني وصل إلى أقصى ما يرجوه، دي معنى كلمة إيه؟ أفلح. وأفلح جاية من الفلح، ركز معايا كده نص دقيقة. والفلح يعني إيه؟ شق الأرض. كلمة الفلح، خلي بالك الآيات دي مستعارة من الفلاحة، تمام كده؟ فيقول لك الفلح بمعنى شق الأرض. طب هو الفلاح بيشق الأرض يعني إيه؟ يعني بيثيرها، يعمل لها عملية إثارة، إهاجة. ليه؟ إثارة التربة ليه؟ هل عشان التربة يتخللها الهواء، وبالتالي يزيد ذلك من خصوبتها، وتبقى الأرض مهيئة لاستقبال مين؟ البذرة. فلما يحصل عملية إنبات، الجدر يعني يكون يجد مكانا يمتد فيه ويستطيع أن يمتص من هذه التربة، بخلاف لو أنت زرعت في أرض كده أو تربة، ما فيش بقى عملية حرث ولا إثارة ولا إهاجة ولا فلح ولا شق. فالأرض الصماء ديت عشان تبذر فيها البذور، أيوه، إيه اللي بيحصل؟ تجد صعوبة عشان الجذر يجد إيه؟ يمتد، وتجد صعوبة في عملية الامتصاص. أنا مش بشرح لك عملية الفلاح ده، أنا عايز أقول لك بعد ده كله الفلاح بيعمل إيه؟ يتعهد هذا النبات بالسقاية والعناية والرعاية، لأنه عاوز يوصل لإيه؟ أقصى ما يرجوه أن يوصل للثمرة، صح ولا لأ؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قد أفلح، وصل إلى أقصى ما يرجوه. مين بقى؟ من بين الصفات إيه؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم إيه؟ فكأن ربنا استعار عملية الفلاحة عشان يقول لك عايز توصل لعملية بس الفلاحة هنا فين بقى؟ قد أفلح الإيه؟ ده في الإيمان، خلي بالك، ماشي كده؟ أقصى ما تريد أن تصل إليه من بين الصفات التي تأخذ بيدك حتى توصلك إلى هذا إلى الأمر الذي ترجوه، أن تكون من أهل الإيه؟ الأمان. أستاذنا الدكتور أصل ورسخ لمفهوم الأمان، سواء يعني في جانب اللغة أو في الجانب الذي يتعلق بالأبعاد الإدارية والإيه؟ والشرعي. وفعلا الأمانة لا نريد أن نختزلها أو أن نضيقها في معنى يتبادر إلى الذهن. يعني أول ما نقول الأمانة على طول اللي بيجي في ذهن حضرتك فلان أودع شيئا عند آخر ليحفظه له ويرده عليه عند حاجته إليه، ده اللي بيتبادر للذهن. لا، ده الأمانة أنواع، ومن هنا اخترنا فقه الإيه؟ فقه الأمانة. في أمانة وهنقولها بطريقة موجزة ومركزة، وخلي بالكم معانا، صلوا على سيدنا رسول الله. على رأس أنواع الأمانات أمانة المنهج. وأول ما نقول المنهج نروح على طول على المنهج القرآني اللي احنا كنا لسه اللي بدأنا به اللقاء. خلي بال حضرتك، المريض نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا، إذا شعر بألم أو بمرض ماذا يصنع؟ يذهب إلى الطبيب. أي طبيب ولا طبيب متخصص؟ طبيب متخصص. الطبيب يقوم بوظيفتين، الأولى يشخص لك الداء، والثانية يشخص لك الإيه؟ الدواء. طيب
هذا الطبيب، وبعد كده تخرج من عند الطبيب معاك المنهج اللي احنا بنسميها الايه؟ روشيتا. هي روشيتا دي. خلي بالك بقى، هنسأل سؤالين. السؤال الاول، هل هذا الطبيب من الممكن ان يخطئ في تشخيص الداء ام لا؟ بشر، يعتريه الخطأ. وما دام اخطأ في تشخيص الداء يبقى اخطأ في تشخيص الايه؟ الدواء. يبقى المنهج ماله؟ مش صحيح، غلط. صح ولا لا؟ لكن هناك طبيبا لا يتصور الخطأ منه ابدا، وهو الله عز وجل. اعطاك منهجا كريما لا ياتيه الباطل، ها؟ لا من بين يديه ولا منين؟ ولا من خلف. ايه المنهج ده؟ القران الكريم، انك تلتزم اوامر القران الكريم. طيب، لو افترضنا ان المريض اخذ المنهج الروشيتا وراح وقرا الادويه وكون ماده علميه رصينه، يا ترى الدواء ده مركب من ايه؟ دواء استعماله ايه؟ طب موانع استعماله ايه؟ طب هيؤثر عليا ازاي؟ تمام كده؟ الله، عمل ماده علميه جميله قوي عن الادويه، بس ما جابش الدواء. هو لم ياتي بالدواء بعد. تمام؟ فهل سيشفى؟ لن يشفى الا اذا اتى بالايه؟ ها؟ بالدواء. وانفعل لمين؟ وانفعل لهذا الدواء. يبقى خلي بال حضرتك، القران الكريم، ان تقرا القران الكريم عباده ولك اجر. أن تعطي كل حرف مخرجه الصحيح عبادة ولك أجر. أن تحكم قواعد التجويد قدر استطاعتك عبادة ولك أجر. أن تستمع إلى القرآن الكريم، ها، كل ده جميل عبادة. بس إحنا عايزين من حضرتك إيه؟ تنفعل لآيات القرآن الكريم، إنك تحول الآيات القرآنية إلى واقع عملي في هذه الحياة. اسمع معايا كده وصف السيدة عائشة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا حافظين، كان خلقه، ها، القرآن. هي عايزة تقول لنا إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مطبق للآيات الايه؟ القرآنية. حول التعاليم القرآنية إلى واقع عملي، هو ده المطلوب من حضرتك. طب النص القرآني أهو، أول أمانة أهو، أول نوع من أنواع الأمانة أمانة المنهج. يعني عايزين حضرتك ما دمت دخلت في عقد إيماني مع الله أن تلتزم هذا العقد. إيه بنود العقد؟ التعاليم القرآنية، في أوامر وفي إيه؟ نواهي. التزم الأوامر، اجتنب النواهي، أهو ده نوع من أنواع الأمان. أدي حق أمانة المنهج، أن تلتزم ما جاء في القرآن الكريم وما نص عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه كمان؟ من أنواع الأمانة أمانة المواهب. إيه المواهب؟ هقول لحضرتك. هل الله عز وجل أعطى كل القدرات والإمكانات والمواهب لإنسان واحد أو لشخص واحد؟ لا. من حكمة الله عز وجل أنه وزع علينا جميعا الطاقات والمواهب والإمكانات والقدرات. ليه؟ حتى يحتاج بعضنا إلى إيه؟ خلي بال حضرتك، أنت تسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين فيه، الله يفتح عليك، تودهم، ها، وتراحم، ها، إيه بقى؟ الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد. طب تعالوا نركز مع بعض عشان نفهمها قوي. ادي الجسد الواحد قدامك اهو، ده بنسميه ايه يا مولانا؟ بنسميه غلاف جسدي. الصوره اللي قدامك ده اسمه غلاف ايه؟ كلنا كده، كل واحد ليه غلاف جسدي. احنا عايزين نخش جوه، تعالوا ندخل كده جوه. يتكون هذا الجسد من اعضاء ايه؟ كثير. نسال شويه اسئله، هل هذه الاعضاء متساويه في الحجم؟ الاجابه ايه؟ لا. اهو، لا. هل متساوية في الوظيفة؟ لا. هل هذه الأعضاء متساوية في الحاجة؟ لا. هل هذه، أنت تعرف إن الأطباء والعلماء قالوا إن كل عضو له درجة حرارة مختلفة عن الآخر؟ اسأل اللي أنت عايزه. لا هي متساوية في الطول ولا في الحجم ولا في الوظيفة ولا في الحاجة ولا الله. مع كل هذا الاختلاف إلا أنها اتسقت وانسجمت وتكاملت وكونت جسدا إيه؟ أهو ده. ولله المثل الأعلى، ده مثال. إحنا بقى مع اختلافنا في الطاقات والقدرات والمواهب والإمكانات وغير ذلك، عايزين نبقى الجسد الإيه؟ الجسد. يبقى من أنواع الأمانات أمانة المواهب. ربنا اداك قدرة في العلم، أدي حق هذه الأمانة أن تعلم من لا يعلم. صح ولا لا؟ اداك طاقة في الحلم، أدي حق هذه الأمانة أن تعلم غيرك هذه الأخلاق. اداك وجاهة بين الناس، أدي حق هذه الأمانة في أن تؤلف بين القلوب، في أن تقف مع المظلوم، وهكذا. يبقى عندنا أمانة المنهج، عندنا أمانة المواهب، عندنا أمانة الجوارح. ده نوع من أنواع الأمان، نوع من أنواع الإيه؟ الأمان. طيب، هذه الجوارح
سخرها الله لك وقهرها لك وجعلك سيدا علي، لا تتأبى عليك. يعني تقول لها يمين هتمشي معاك يمين، روحي شمال هتروح ايه شمال، بص هنا هتبص ما تبص، صح ولا لا؟ الجوارح مسخرة لحضرتك، هي لا تتأبى عليك، أنت سيدها. تمام كده؟ من أنواع الأمانة أن تحفظ هذه الجوارح عن الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل، صح ولا ايه؟ خلي بالك، كل جارحة لها مجال في الطاعة ولها مجال في المعصية. مجال الطاعة ده اللي احنا عايزين، طب مجال المعصية؟ اللسان مثلا جارحة، وظيفة هذه الجارحة انها تعمل ايه؟ تتكلم. طيب مجال الطاعة ان تتكلم بخير، ان تصلح بين متخاصمة، اي كلام، صح ولا ايه؟ طب مجال المعصية ان تنال غيرك بالسب والشتم، ان يعني تفتن بين الناس بكلام، صح ولا لا؟ يبقى في مجال طاعة ومجال ايه؟ معصية. كل الجوارح كده، ومنها مين؟ القلب. طب يا ترى عمل القلب ايه؟ مع اعتبار ان عمل القلب لا يرى ولا يسمع، لا يطلع عليه الا مين؟ الا الله عز وجل. عمل القلب كلمة واحدة، الإخلاص، صح ولا ايه؟ طيب، طب مجال معصية القلب فين؟ الرياء والنفاق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لحضرتك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. متى يكون القلب سليما؟ إذا كان خاليا من الرياء والنفاق. لماذا الرياء والنفاق؟ لأنهما يحبطان العمل. من أين يأتي العمل؟ من حركة الجوارح. يبقى نرجع، أمانة الجوارح عشان ما أعش في الرياء، ما أعش في النفاق، ما أعش في المعصية، استخدم كل جارحة في عمل يرضي الله عز وإيه؟ عز وجل. ولذلك سيدنا النبي كان يقول لحضرتك: إنما الأعمال وإنما لكل امرئ. الله، ده الحديث ده أنت بس لو وقفت على مراد سيدنا رسول الله لأصبحت صانعا لكل خير وجمال. قبل النية أول حاجة خالص اسمها الخاطر، حاجة اسمها الإيه؟ الخاطر. الخاطر ده فكرة بترد إلى الذهن. تخيل بقى الفكرة دي اللي هتترجم بعد كده إلى إيه؟ إلى عمل، قول، تصرف، سلوك، تعبير. أهو سيدنا النبي عايز يقول لك: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني بمجرد ما الفكرة تيجي في ذهنك اللي هي بعد شوية هتبقى عمل حقيقي، اجعل الله في خاطرك، لا تجعل شيئا يصدك عن الله عز وجل. طيب لو انت عملت كده خلاص، يبقى اتمرت بالمنهج. أمانة الايه؟ أمانة المنهج، صح ولا لا؟ الفكرة اللي جاية لك قبل ما تحولها لعمل هتبقى حاطط في دماغك مين؟ التعليم الإيماني. يبقى العمل ده هو هيبقى عمل صانع لايه؟ للخير وللايه؟ وللجمال. طيب يبقى عندنا أمانة المنهج، أمانة الجوارح، أمانة الايه؟ طيب كمان أمانة ونختم بها عشان ما نطولش عليكم، أمانة العمل. اي عمل بقى انت بتدخل عليه. طب لو خدنا العمل العادي، واحد شغال في هيئه، في مؤسسه، في جهه معينه، كويس، عايزين من حضرتك امانه ما تعطلش الاعمال. مش في حاجه اسمها البطاله المقنعه ولا ايه؟ ما تبقاش انت قاعد في مكتبك ولا قاعد في مكان ما بتشتغلش، لا، احنا عايزين امانه العمل، عايزين حاجه اسمها الاتمام والاحكام والجوده والضبط. ده كله عندنا اسمه ايه؟ الاتقان. شوف الإتقان ده كله هو بلغة العصر اسمه الجودة والضبط والإبداع والتميز والابتكار، ده موجود عندنا. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلق. إن الله كتب الإحسان على، مش ملاحظين كل شيء اتكررت في النص القرآني والنص النبوي؟ يعني إيه؟ يعني همة الإنسان الشريفة تأبى أن تقبل على عمل وتقوم بأداء أداء الرتيبة، لا، إحنا عايزينك لما تؤدي العمل تؤدي أداء إيه؟ بإتقان، زي ما نص عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بال حضرتك، أنت أداة من أدوات التقدم الاقتصادي للوطن وللأمة. إزاي؟ إذا أنجزت العمل، إذا لم تعطل العمل، إذا أتقنت هذا العمل حتى لا نجأر بالشكوى. تمام؟ دي من أمانة الإيه؟ إذن الأمانة لها فقه، والأمانة لها أنواع، وليست مختزلة في أن تودع شيئا عند آخر ليحفظه له ويرده عليك عند حاجتك ليلا، ولكن الأمانات إيه؟ متعددة. طيب نختم بما بدأنا به: والذين هم لأماناتهم وعهدهم إيه؟ فانظر في نفسك،
هل تحققت فيك هذه الصفة الإيمانية التي نص عليها ربنا عز وجل أم لا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، ندعوك دعاء المضطر الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فارض عنا يا ربنا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حول فقه الأمانة وأنواعها أيها الأحباب، قضينا هذه الدقائق الممتعة المفيدة التي حدثنا فيها فضيلة الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شؤون القرآن بوزارة الأوقاف، جزاه الله خيرا على هذا الدرس المفيد والنافع، والذي أتى هنا خلال هذه الندوة التي في الأسبوع الثقافي في ليلته الثالثة من مسجد المراغي بحلوان بمحافظة القاهرة، والذي يقام برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور رجال الأوقاف المحترمين الدكتور سعيد حامد والشيخ كامل محمد أحمد والشيخ شعبان عبد الحليم والشيخ حسام عبد السميع وإمام المسجد الشيخ إبراهيم محمود عبد الجليل. ليلة طيبة كريمة برحاب بيت من بيوت الله تعالى، ونحن جميعا ضيوف على الله عز وجل، ندعو المولى أن يجعلنا في هذه الساعة عنده من المقبولين، وألا يجعلنا عنده ولا عن باب رحمته ورضاه من المطرودين. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا يا رب العالمين. نختتم هذا اللقاء بالابتهالات والأدعية يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد سلامة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واحفظ بلادنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى
مولاي صفحا من لدنك تكرما، من غير ربي يقبل الأمانة. جل القدير بفضله وتعالى. نصلي جميعا على سيدنا النبي ونقول صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا روض يلي فيك التجلي، يا روض يلي فيك للنبي جبير يفوق قمرا، لطه جبير للمصطفى جبير، للنبي جبير يفوق قمرا، والقمر جزء من نور محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبي الهدى صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وتهيم روحي بالنبي محمد وإليه شوقا كم يحن جناني،
يشتاقه قلبي وعيني تشتهي لو أن تراه ولو لبضع ثوان. حبي له روح الفؤاد ونبضه، حبي له يسري بكل كياني. صلى عليك الله يا خير الورى، يا رحمة تدعو إلى الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا وتشفي بها مرضانا وترحم بها أمواتنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توردنا بها حوضه الشريف وتسقينا بها من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد قطرات الأمطار ومثل ذلك ألفا ألفا، وصل على سيدنا محمد بعدد ذرات الرمال ومثل ذلك ألفا ألفا، واكتب لنا اللهم بالصلاة عليه صحبته وصحابته وآل بيته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. بهذه الابتهالات أيها الأحباب التي قدمها المبتهل الشيخ محمد سلامة، أتينا مع حضراتكم إلى ختام هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، خدمة لرواد بيوت الله سبحانه وتعالى ولمتابعي صفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. أيها الأحباب، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة إن شاء الله، أشكر نيابة عن حضراتكم ضيوفنا الأكارم الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية سابقا، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شؤون القرآن الكريم، والشيخ محمد سلامة كان معنا قارئا ومبتهلا. شكرا لحضراتكم، حتى نلقاكم لكم منا أطيب التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.